الحرب في قطاع غزة الفلسطيني تدخل شهرها الخامس وسط وضع إنساني وصحي يوصف بالكارثي ونزوح أكثر من 90% من السكان، وسط تعذر التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية حتى الآن. وفي اليوم 24 بعد 100 من الحرب شنت طائرات ومدفعية وزوارق حربية إسرائيلية قصفاً عنيفاً وأحزمة نارية على مدينة رفح جنوبي القطاع، بالتزامن مع قصف استهدف خان يونس جنوباً، ودير البلح في الوسط أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام فلسطينية، قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في مدينة رفح، بالتزامن مع إصابة عدد آخر جراء غارات جوية عنيفة استهدفت شمال مخيم الشابورة للاجئين وحي البرازيل في رفح. وفي خان يونس جنوب القطاع قتل 4 أشخاص جراء غارات جوية شنها الطيران الإسرائيلي على المدينة مستهدفاً مدخل مدرسة بيت المقدس التي تؤوي نازحين بالقرب من مجمع ناصر الطبي، إضافة إلى تدمير الجيش الإسرائيلي مربعاً سكنياً في منطقة البطن السمين جنوبي المدينة. أما في دير البلح وسط القطاع، فأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن أطقمها نقلت 8 جرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف استهدف منزلاً في المخيم، مع غارات على مخيم صيرات وسط القطاع وحي تل الهوى في مدينة غزة. يتزامن ذلك مع اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في عدة محاور، لا سيما في مدينة غزة شمالاً ومدينتي خان يونس ورفح جنوباً، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في معارك شمالي القطاع ليرتفع عدد قتلاه إلى 563 منذ بدء الحرب. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء الثلاثاء مقتل 107 فلسطينيين وإصابة 143 آخرين بالهجمات الإسرائيلية خلال 24 ساعة فقط.